يا هلا فيكم من جديد مشاهدينا. طبعا كثير نسمع عن سريلانكا، هذا البلد الجميل، كثير من الاصدقاء يسافرون يرسلون لنا صور نتابعهم على سناب. فعلا صار عندنا فضول احنا نعرف اخبار عن هذا البلد وفين نقدر نروح وكيف اجواءها، ولكن رح تدينا اخبارها يا هيا ياسمين، انت كنت هناك؟ صباح الخير. نعم اهلا وسهلا فيك. صباح الخير، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، كيف الحال؟ تمام. شو اخبار سريلانكا؟ جميلة كتير. وكولومبو أول وقفة كانت إنه أول حلقة من هناك، حيكون في حلقتين. أول واحدة كانت من العاصمة كولومبو. حلو. في ناس كتير بتعتقد إنه ما في كتير إشي نشوفها، بس رحلتنا فرجتنا إنه هذا شيء خطأ. فخلينا نشوف التقرير. يلا نشوف. صباح الخير من فندق شانغريلا، بالتحديد من كولومبو عاصمة سريلانكا. كثير من الناس لما كنا عم نقول كولومبو بيعتقدوا انه ما في اماكن كثير لنشوفها هون، بس اليوم حاخذكم على اماكن تستحق انه تقصدوها. عدد سكان سريلانكا بيتخطى ال 21 مليون نسمة، وأكثر من 5 مليون منهم متواجدين بكولومبو بس. فلهيك الاكتظاظ السكاني وعجقة السير بتجعل التوك توك أفضل وأسهل طريقة للتنقل. تاريخ سريلانكا بالاستعمار طويل كتير، من البرتغاليين للهولنديين وأخيراً الإنجليز. فهالمكان قلعة الاستقلال إلها أهمية وبترمز للأمل والحرية للشعب السريلانكي، بس للأسف إنه من بعد ما أخذوا استقلالهم صار في حروب أهلية دامت ربع قرن وانتهت في 2009. فلهيك فينا نشوف لليوم إنه الشعب السريلانكي عم يتعافى من هالحروب. وقفتنا الثانية هي الجامع الأحمر بكولومبو، يلي تم بناؤه من طرف المسلمين هون بسريلانكا عام 1909. بتميز بتصميمه المعماري يلي بيدمج بين الطراز الهندي والإسلامي. سيما ملاك معبد بودي بيجوا عليه زوار والسواح للتأمل والراحة أكثر من العبادة، وموقعه بيلعب دور بهالشي لأنه موجود بوسط النهر. بس في قصة حلوة ورا هالمعبد، إنه هو انبنى بالقرن التاسع عشر وشوي شوي غرق تحت المي لسبب خطأ في بنائه. فمن بعد جابوا مصمم معماري معروف جيفري باوا ليرجع يبني ويصممه، واللي مول هالمشروع كان رجل أعمال مسلم وزوجته عن روح ابنهم أمير موساجي. فهالشي بخلينا نشوف إنه برغم التعدد بالديانات بسريلانكا التعايش والتسامح موجود. صار وقت نجرب إحدى أشهر المطاعم المحلية بكولومبو، Ministry of Crab. هالمطعم معروف بالسلطعون الطازة اللي بيقدمه. يلا. أحجام السلطعون هون تبدأ من نص كيلو لأكثر من 2.5 كيلو. وعلى فكرة التتبيلة اللي بيستخدموها على هذا السلطعون هي البلاك بابر صوص، يلي هو الفلفل الأسود. رابع أكبر دولة منتجة ومصدرة للشاي بالعالم، طبيعي إنه أبدأ نهاري بفنجان شاي. عندي كتير قصص خبركن إياها عن الشاي بهالبلد،
بس بالأول حنروح ونتعلم كم شيء عن المطبخ السريلانكي. حالفنا الحظ اليوم إنه نتقابل بأشهر شيف بسريلانكا، شيف دارشان، يلي حيعلمنا شوي عن المطبخ السريلانكي بإحدى مطاعمه كيما سوترا الموجود بأوتيل شانغريلا. How would you, before we start, describe Sri Lankan cuisine? We make stuff what's available in our small island. I mean, we're tiny. Mm-hmm. So a lot of seafood comes in, mm-hmm. a lot of vegetables from the mountains come in, a lot of spices. So here it's a tuna curry. Okay. And it's called ambulthial. Mm-hmm. It's very dark in color, blackish. Mm-hmm. Blackness. And the cinnamon as well, right? Yes, we use cinnamon, cardamom, cloves. But this is the main ingredient. It's called goraka. It's a fruit that gets, when it gets dried, is black. Okay. It's very sour. So in here we have pandan leaves at the bottom, so it layers the clay pot. Mm-hmm. With tuna chunks on top. There's cinnamon, lemongrass, cardamom, cloves, salt, pepper inside here, and chopped ginger, onion, garlic. Okay. And this one is a water-based sauce using this paste and pepper, salt. You're slowly going to pour this in. So this is a banana leaf that we use as another layer to keep the moisture locked in there. And we just let it there for 10 minutes. Okay. I think we're done. Yeah. Let's turn that off. It's really good. Gives the different and the spices. This is probably the most original dish we have in this country. هيك منكون تعلمنا أكلة شعبية اسمها تونا أمبولتيال. Thank you so much. You're welcome. And we hope to see you soon. Me too. Again. بسريلانكا في أكثر من 800 مزرعة شاي. اليوم حنروح على مزرعة هندونو جودا يلي بتبعد ساعتين بالسيارة عن كولومبو. هالخضار بيعني إنه وصلنا مزارع الشاي، وبالتحديد مزرعة هندونو جودا يلي مشهورة بالشاي الأبيض اللي هو الشاي الوحيد بالعالم يلي بيتلقط بدون ما الإيدين تمسكه. Well, this plantation has been here for the last 140 years. We have black tea, we have oolong tea and whole array of teas that are not usually found anywhere else in the world. Now, virgin white tea, as far as I am aware, is probably the only tea in the world that is harvested without it ever being touched by hand. Mm-hmm. You know, it has a very high occurrence of antioxidants. Mm-hmm. There's 10.11% antioxidants. Okay. It is considered to be the healthiest tea in the world. The black tea is nice and bright. Okay. Like yellow. Yeah. The white tea is black. Is there a specific harvesting season or time in the year where it's best to pick the tea plants? The tea plant is harvested 365 days of the year. Oh, wow. Number one. Mm-hmm. Number two, the principle is this. When there is no rain, the quality improves. القصص عن الشاي بسريلانكا ما بتخلص، وعشان هيك ما تنسوا تزيدوا على محطاتكم في هالبلد واحدة من المزارع، ومنها بترجعوا معكم شاي من الأطيب بالعالم. يا سلام، والله التقرير الأكثر من رائع حقيقة. يعني سياحي، ثقافي، تاريخي. أكثر شيء لفت يعني انتباهك، كيف تشوفين الناس؟ الشعب صراحة من أكثر الشيء لفت انتباهي، يعني لأنه برغم كل الأوجاع المر فيها من الحروب والخلافات، تحس إنه الكل بيشتغل وبيطلع لمستقبل أفضل. وحتى لما تكونوا ماشيين بالبلد فيكم تشوفوا من كل المشاريع التنموية اللي تطلقها بالبلد. وعفوا يعني لاحظ أيضا تشوف الشوارع ما شاء الله يعني دائما نظيفة، صحيح، مرتبة، تحسين في ستايل أوروبي بالبلد. أيوة.
كمان بس والتوك توك ايضا ماخذ وضع في الشوارع. التوك توك اسهل من السيارات واي شيء بصراحه. اعتقد تجربه الشاهي كانت مختلفه كمان حلوه، يمكن فعلا تشوف الخضار وفكره انه لو ما مطرت وانها تزيد الجوده هذه يمكن فكره جديده علينا. صح بيحتاج مطر بس يعني مش دائما، فلما كل ما يكون المطر اقل بتصير الجوده تاعت الشاهي. والظاهر كل ما يعني انشفت النبته او تبخر الماء اللي فيها كل ما اعطتك مذاق الشاي. بما انه سريلانكا رابع احسن افضل يعني سوري رابع اكبر بلده منتجه ومصدره للشاي بالعالم. طيب ما جبت لنا؟ انا اليوم جبت لكم. اوه يا سلام دلعتينا يعني. شو؟ من سريلانكا. شكرا يا هيا. كيف يعني؟ تسلمي. لا لا سمعت انا بهذا. لا لا انا عجبني هذا شكله غير هذا شكله. اوكي. والله حلو. هذا من المزرعه حقتي. ايوه من المزرعه اللي رحنا عليها، وزي ما حكينا في اكثر من 800 مزرعه، فعن جد شيء بيستاهل انه تقصدوه انه تروحوا على مزرعه، وخصوصا الخضار. أيوة. مش يعني تحسين بمذاق الشاي مختلف فعلا في سريلانكا. نعم. انه تحسين في بجوده والكواليتي حق نعم. الشاي. نعم اكيد. نحن نشكرك هيا، فعلا فكره مره حلوه، يعطيك الف عافيه. وانا ما صراحه ما حفتحه، حاخذه البيت. أوكي. لانه احس شرب شاي كذا لي طقوس معينه. صحيح. في هل برايك انه سريلانكا تستحق يعني تقرير واحد ولا في شيء ثاني مجهزينه؟ في كمان تقرير حيكون من هامبنتوتا على البحر. نعم الله. منطقه بتبعد عن كولومبو 4 ساعات. التقرير الجاي حيكون من بس أنا سمعت يعني في ناس قالوا لي إنه خاصة الريزورتس اللي تكون على البحر. صح. تكون مليانة سحالة. صح؟ ما شفت شيء؟ أكيد؟ خلاص طيب تمام. شنو عارفة أنا إيدي السالفة؟ سحالة. سحالة على الشاطئ؟ لا يعني في الريزورتس اللي على البحر دائما. وين؟ لا أي محل تمشى معاها. هلا في يعني بسيشلز بسريلانكا هذول المحلات موجودة، إنه موجودة بس إنه مرات. لا سمعت إنها كبيرة كذا قد بس الخطيرة الكبيرة. ما شفتها. لا. طيب احنا نشرب الشاي على الكيكة ولا ايش رايك؟ لا ما كيفكم؟ نروح ندوق. يلا نروح هناك نشوف، لانه صراحه الريحه يعني شايفها اليوم متوسط صراحه في الوصفه. والكيك سخن كمان. يمكن تسلم الايادي. يعطيك العافيه على التقرير الحلو. وكالعاده منوره هيا. شكرا. خليني ارجع اخبركم اليوم على الشوكليت كيك اللي يمكن كل الضيوف كانوا عم يطلعوا على المطبخ اليوم. بس الشوكليت كيك كان حضرناه اليوم من الشوكليت الكوكو باودر، فنعمل بمكونات مانا كثير حلوه. وكنت بفقرة الريمايندر ذكرتكم بأنه عملنا معاه صوص، فأنا حبيت أترك هاي اللقطة بس لازم تجي الكاميرا ضروري تقرب كتير الكاميرا. هاي الصوص اللي عملناه من الشوكولات بالبندق مع الكريمة، بس دوبناها أخذنا هذا الخليط. الكاميرا بدك أكتر 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 أكتر، لازم يطلع هذا المقطع. نحن بنرجع بنصب هذا الصوص على الكيك، يعني اللي ما يبغى يدوق كان دحين حيضطر يجي خلص. وطبعا اكيد نحن بنقدر نزينه باي شيء من انواع التوت اللي احنا بنحبه. عاده اللون الاحمر بيكون حلو مع الشوكليت. اكيد هذا الكيك يفضل انه ناكله يكون بارد، بس نحن اليوم حضرناه مثل ما هو ولسه حرارته عاليه يعني. الله يسامحك انا ضح كلامي. طيب يعني هلا يفضل ايش اقول؟ الكيك عاده مع الشاي مع القهوة أفضل يعني. والله إذا الشاي من سريلانكا أكيد. عن جد على فكرة على موضوع الشاي قدي أنت عم تحكي عن عم بيحكم المزارع، وقدي الشخص اللي كان عم يحكي معك هيك عنده شغف. صح. عم بيقول إنه هذا الشاي الوحيد اللي بيمسك بدون ما يمسك بالإيد. كل هاي التفاصيل كتير بتفرق. صح. على نوع الشاي، حتى بيقولوا كيف طريقة تجفيفه وطريقة شحنه من مكان لمكان. أكيد هذا بيأثر على الجودة كمان. صح. قدي صار له وقت. صح. إنه في على البوكس expiry date إنه بعد مدة ممنوع خلاص تشربوا مثل البهارات ومثل غيرها. بس صحيح. كمان حلو بالشاي انه له خلطات، يعني كيف نحن بنحكي عن خلطات للبهارات، نفس الشيء الشاي مثلا في له مختصين بيخلطوا من نبته لنبته لنبته لحصلوا على بسموها بلند. طبعا. هو السؤال الاهم، هذه قابله للاكل ولا بس للشوي؟ يعني سارة ما عم تسمعني اليوم. شاي شاي شاي. نبغى الكيك. هلا حنبلش تقطيع الكيك. هلا طبعا شكرا لك، واحنا بانتظار ان شاء الله التقرير الثاني. هيا عفوا. شو حتى انت لخبط كلامك. ايه مو المشكله الكيك مسوي جو. ها فاحنا بانتظار ان شاء الله التقرير القادم. ما تاخذونا معاكم على اليوم؟ ها سالناها من اول مره بس سالتوها سؤال قد ايه بعيد سريلانكا عن دبي؟ 4 ساعات. 4 ساعات. 4 ونص. ايه 4 ونص. طب مو بطال. احنا مشاهدينا نشكركم على المتابعه،
وعلى موضوع المشاعر والسلوك. أي أحد زعلان، أي أحد غضبان لا يتصرف تصرفات تلقائية، يهدي ويهدي ويفلتر ويشوف الموضوع هل هو فعلا مستاهل ولا لا، لأنه إحنا أغلب الأوقات ترى نزعل ونكبر مواضيع على مواضيع بجد ما تستاهل. ولو ما زبط معكم الفلترة كلوا كيكة شوكولاتة يعني من وصفة هلا أموركم تمام. رأيي على الويك أند بدأ الويك أند بهذا المود الحلو، لأنه عن جد بإذن الله دائما تجينا وقت لنرتاح فيه، وإذا الواحد منكد وأكل هم 100 شغلة فما بنبسط بشيء. نتمنى للمشاهدين إن شاء الله نهاية أو إجازة نهاية أسبوع جدا سعيدة، لقانا إن شاء الله يوم الأحد القادم. شكرا هيا، شكرا هلا، شكرا سارة، شكرا هاني، يلا مع السلامة.